المونديال في دقيقة. أجيو اليوم نعرفو شنو قصة ملصق كأس العالم فيفا 2022 وكي دارت ليه مولاتو. بثينة المفتاح فنانة قطرية حاصلة على بكالوريوس الأدب من كلية الفنون بجامعة فيرجينيا كومنولث. من بعد ما تخرجت خلت ممارساتها الفنية بين الطباعة والتوثيق. بثينة مصدر إلهامها في كل إنتاجاتها الفنية هو التراث القطري، سواء من تاريخ قطر الشفاهي أو للفولكلور، وكتعاود تجمعها وتكيفها باش تبقى ديما كتعبر على علاقتها بماضي أرضها من تجارب وذكريات الماضي وربطها بالحاضر. وهذا الشيء تماما هو اللي شفناه في ملصق كأس العالم قطر من هذا العام. بثينة بدأت العمل فيه خلال جائحة كوفيد 19، والفكرة هنا جات من المحافظة على الذاكرة التاريخية للأجيال القادمة من خلال أرشفة الذكريات الجماعية واللقاءات الشخصية باستخدام أساليب فنية مختلفة بما فيها الرسومات والطباعة والتراكيب الفنية بطريقة عصرية. ومن خلال سلسلة الملصقات 8 اللي قدمتهم بثينة حاولت تعبر على شغف سكان قطر بالساحرة المستديرة، وكل ملصق منهم كيعبر على قيم كأس العالم قطر 2022 بطريقة دقيقة وفريدة مرتبطة ارتباط وثيق بالهوية الثقافية والتراث المحلي. الملصق الرئيسي بنت فيه الكرة بشكل واضح بالإضافة للغترة والعقال، يعني غطاء الرأس التقليدي ديال الرجال في قطر، وكيلوحوا به في السماء كدليل على الاحتفال وشغف المشجعين في الوطن العربي، وهما أيضا رمز ثقافي كيمثل الشعوب العربية. أما الملصقات السبعة الأخرى كيوصلنا منها مشاعر الحماس والإثارة المرتبطة باللعبة الأكثر شعبية في العالم، وكل واحد منها عامر بمشاعر الاحتفال بالكرة في قطر وما جوارها، بالإضافة لأن كرة القدم في قطر كتجمع أفراد الأسرة وكيتشاركوا نفس الشغف بالساحرة المستديرة. أما الكتابة المصاحبة فكتعتبر نموذجية لأعمال بثينة الفنية واللي كتعبر على أصوات الناس اللي فرحانين. هنا نقدروا نقولوا أن بثينة عندها أسلوب طبيعي عاطفي كينبض بالحركة والطاقة، وقدرات كفنانة قطرية توصل ثقافة بلادها بفنها للعالم.